والهتريسيتي ما كانش، خطرات تشعل خطرات ما كانش غير واحده. وثانيه الماء ثاني كذلك يطلقوه بالساعه، وخطرات ما يجيش جايتي. والزقة اللي داخل هنا شوفوها بعينك، من كاين الزق اللي راه مازالت محفره مش مخدومه. ودا لهم مره يطالبوا باش يديروا لنا عياده هنا، وكيلقاو المحر راه طفاه وحبسوا عليها. هذه نقطة الأساس الأولى. الأمن ثاني جهة راه مخصوصة أمن، ما فيها الإنارة، ما فيها الحشاك الكلاب اللي راه هنا. أنا الصباح كي نجوا للمسجد نلقاوها تقطع هنا في الطريق، راه ما كانش كاع اللي راه يخزر لهذ الجهة منها. وكاينة راه من بعد نشوفوا اللي هي ثاني الطريق هذه اللي راه عبدة رايحة منا للطريق تاع راه محفرة. السد هذا راه كاينة فيه راه مقلقوا الطريق، راه باش دركا يكلل الماء كاع يولي للفيلاج هنايا. ما كان لا بوطون لا زيكوات التاليه هذه. ايه والبوطون تاع الزقه، البوطون كاين زقاق مبوط زقاق مش مبوط. مالا احنا كاع الدوله كامله من تخطر فينا، فهمتني؟ كاع نروحوا غاليه وجه كاع كانت القبه وكانت الوثق وما كانت العيب علينا. عاد اللي حرج نتاعو يجيب من طرف يروح يعقب لنا يلوحوا ترى نبلعوها، فهمت؟ ونهار اللي قبار نسلموا غان قالوا ساق قدام بابي راه كاين ساق بكري. احنا الضايا هذه كانت فيها استعداد وكان فيها امورات، كنا نهبطوا هنا نتفشوا. اليوم الايام راه صبح الردم يتلاوح في كل جهه. الناس هذه شغل هضرنا لهم مرارا وتكرارا على بال المير تاع الواد ما كانش سما، نظلوا نهضروا والبروجي راه من التصعين. جات البلجي نتاعو نتاع الشوارع باهي تبوطن ولا يتقوتل، ما لا بقى قدروا منه ربعه ولا خمسه والاخرين خلاهم، راهم زوج شوارع ولا ثلاثه خلاهم كما هم، راهم في عامين لان ثلاث سنين. نقولوا لهم ما يجوش. رحت لهم عده مرات البلديه، كل واحد يبعث كل واحد، يعني تعتبر تقول ما كان حتى مسؤول. قلت لهم من المسجد حتى الرومبا كما راه، هذه معناها حاله ما تقدرش. المهم راكم حاضرين وشوفوا يا كيف راه صاير. الحقيقه الغواطر مقسمينه بالكيف كما قالك الاخ جهه الجنوب، هذه قاعد مش يرعونها. هاي عاد كان برك المقبره برك تشوف مكان مقدس يلوحونا في هذا السخ، عاد حتى نطلع زيد بزياده راه كما قالك السد راهم سكروه منا الواد، خلاص سكروه راهم درك حتى اصحاب البحائر هذوك يديروا السد، كون يجي لا قدر الله يولي لنا تولى قصر بزين قصر. هذا واحد. ثانيا طلبنا على عياده كما قالك هنا، وهو عباس هذا قال للوالي قال خلاص ما عليه، راه زاد نقز فيها واحد سكن ما حبش يخرج. المقاولين راهم ردمون هنا بذل السماء، بذل النفايات اللي راهم يجيبوها لنا هنايا. الليل راه تفرج هنا واش راه صاير هنايا في الليل، والله ما تنجم تريح هنايا. كاع حاجات كاع كان شي حوايج تاع وسخ تجي عاقبه علينا يرمونا هنا فيها في الحي هذا تاعنا، وراهم رادميننا في السماء الهوايش هذه. هذه وانت قاعد تجيك هنا العقل، بالله وانت قاعد تجيك. سبحان الله سيدي، خسروا لهذا الحي شويه يا سيدي. بما يخص هذا العقرب واللفعه وهذه، والله انا يعني يوميا نقتل، كنت هنا في الليل كي نجي عاقب نقتل ثلاثه اربعه يوميا تقريبا. هذا العقرب هذه اللفعه مش بها؟ بها هذا القذورات وهذا هنايا حيوان الحمى الصلاحه كيف راها دايره، ويشوف فيها المر يشوفوا فيها كاع الأغلبية السلطات كاع يشوفوا فيها المعنيين بالأمر كاع يشوفوا فيها ما تحركوا ما خدموا حتى حية. هاك تشوف فيها الأرض هنا كاع كيفاش دايرة، صالحة للزراعة ولا هما دايرينها لنا دايرينها صلاحة. اللي يجي وينامل يلوحوا هم اللي في جهتهم، من الجهة اللي من الجهة ذيك اللي منها هما اللي راهم يلوحوا لنا هنايا في صلاحة. هنا واش خاصنا في الجهة؟ كاين مسؤولين هنا كاع مش يدوروا لنا في هذه الجهة، لا رئيس بلدية لا شرطة عمرانية لا حاجة. واحد ما هو يدور هنا، واحد ما هو يأس هنا في الليل. هنا راه كيجينا الريح ويعود داير هنا الريح، مع السلاحة اللي يحرقوا فيها رانا ما نطيقوش ندخلوا نقعدوا لبر في الزقاق، ما نطيقوش نقعدوا في المسجد، مسجد بيت ربي ما نطيقوش نقعدوا فيها، ما نحلوش بابي يضرب لنا الهواء ما نطيقوش نقعدوا فيها. يحرقوا فيها السلاحة ساعات يحرقوها قاعد نتقموا قاعد من الكيف والهون هذه الجهة التحتانية قاعد تتقم. الدخان إيه يدخل فيها لا إنارة ولا هي معبدة. إيه دخان لي بيبي أظن سقار يموتوا ساعات يموتوا منها، ولا شيخ كبير ولا عزوج فيه لازم يموت منها. ساعة واحد يموت قاعد هدروا ساعة كي يموت واحد يروحوا يهدروا للمير والوالي أظن ما داروا لنا شحال. ما شاء الله هذا راهم دايرين ريزو جديد جايبينه كاع جديد جايبينه من عيواز من ستاسيون تاع عيواز هذه تاع ليسونس، جايبين لنا كاع ليزو هنا جديد
وكي جابوهم بالعود يبرونشوه يمشي كاع مريكل لحد الان ما تبرونشات ما مشاش راه كان قاش شونفو دغاز اسمه وعاش يكلاطي لنا تاع الحي تاعنا هنا يكلاطي هنايا عاد عجب. هذه طريق راها اساسيه تعقب منها تفوت الغردايه حسي مسعود وزاد ثاني طريق هذه جديده اللي على بالها الناس بها باللي راها منها طريق المخرق القصير كلش الناس اللي عندها فلايح منها الناس اللي عندها حتى يجيبوا المرضى يجيبوا عاقبين منها هذو تاع الجونفير وهذه هذا الطريق هذه راه عدها سنين هذه راه عدها سنين فات 15 سنه مازالت كما هي. ملعب يا راه ما عندناش عندنا صاله واحده هنا نلعبوا فيه ومزاحم مدوسين عليها كل يوم صاله واحده مدوسين عليها. خاصنا ملاعب وكره السله وكره القدم خاطر نجيو من اللي يكون نرقدوا خلاص في دارنا وخلاص المانيج خاصنا المسبح خاصنا ملاعب وكرة السلة وسباحة وكرة السلة ما عندنا والو مانيج ما عندنا حتى حكا المسبح نقطعوا منا المعمورة بنلعبوا فوار المانيج الصطادات والقازة والحشيش نلعبوا فيه مش في قصب زي من الواحات الجنوبية كاملة يعني. الواحات الجنوبية احنا اولا المشروع هذا نتاع التسعينيات القرن الماضي ما حبش يخرج للعيان الى يومنا هذا وراه التهيئة نتاع الضايا هذه ان من التسعينيات القرن الماضي هما اي يعيدون ولا يوفون هذا الموضوع هذا على ما خرجش للعيان هذا المشروع من ادرانا بان الاموال تاع المشروع هذا راه راحت والله اعلم وين راحت احنا يتفتح تحقيق الموضوع نتاع الضايا نتاع تهيئة تاع الضايا هنايا وين راح؟ بالنسبة هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية راه ولات مفرغة للنفايات الصلبة والنفايات المنزلية. غياب دور شرطة العمران غايبة نهائيا. سافرت عن هذا الحي الذي ولدت فيه وعدت بعد 20 سنة ووجدته كما هو. لم تتغير فيه شيء إلا بعض الشوارع التي استعمل فيها البلاط. هذيك تولي نفس المساحه الخضراء اللي موجوده على مستوى الجامعه وتمس كامل الحيط هذاك يزيد يتوخر واحد 20 متر ويروح حتى وين الحي الصديقيه يعني تولي مساحه خضراء وهذه المديريه نتاع الهيدروليك هي اللي دارت ليتيود يعني هو ليتيود مدوره يعني راه موجوده هنا عندي رانا نستناو باش العمليه هذه تنطلق وان شاء الله بربي نكونوا مسينا كل الاحياء مش الا حي الحي هذا صحيح يعني ان شاء الله بربي هذه قضية القمامات إن شاء الله رانا رايحين نقضوا عليها ماذا بينا ما نشوفوهاش.